اهلا. ازيك يا دكتور حسن؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ شكرا على الرد الجميل. لا ده احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب ومنورنا على قناه الاهلي. النهارده في برنامجنا رد الجميل جينا نزور الدكتور حسن مصطفى في بيته علشان نقول له شكرا، شكرا على رحله كفاح وعطاء فريده من نوعها، شكرا على الانجازات، شكرا على القرارات اللي كانت دايما بتخدم الرياضه. النهارده جايين نقول شكرا من القلب دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي احنا دايما كمصريين نتشرف ونفتخر بيه. في البداية يا دكتور حسن، شكرا على المقدمة. لا ده أقل حاجة يعني لإنسان عظيم زي دكتور حسن مصطفى، بنفتخر إنه هو مصري. لما بيتقال الدكتور حسن مصطفى المصري، أول مصري، أول عربي، أول أفريقي يترأس اتحاد دولي، شعور الدكتور حسن مصطفى إيه؟ والله أنا طبعاً فخور إن أنا أكون مصري الأول قبل أي حاجة تانية. طبعاً يعني إن أنا عايز أركز عليه إن إحنا أساساً كلنا مصريين ونحب إن إحنا نخدم بلدنا في الداخل وفي الخارج. ووجودي كرئيس اتحاد دولي طبعاً يعني ده يعني بيؤكد إن مصر والمصريين فيها خامات وفيها مهارات وفيها ناس على أعلى مستوى تقدر تصل لأعلى المناصب. ومن هذا المنطلق أنا كنت حريص جداً إن أنا يعني مش سهل إن حد يبقى عربي أفريقي مسلم برضو واخد بال حضرتك إزاي مصري، فإن هو يترأس اتحاد دولي، وخصوصاً أنت عارف حضرتك لعبة كرة اليد هي لعبة أوروبية طبعاً. وأول انتخابات ليا كانت في البرتغال سنة 2000 وكنت ضد رئيس او اللي كان ضدي كرئيس وزير خارجيه النمسا ايرفان لانس. فطبعا دي حاجه كويسه، والحمد لله الواحد طبعا حاطط مصر قدام عين وحاطط المصريين قدام عين، وان انا كل تصرف بعمله كل حاجه بقولها او تحسب عليا ان انا كراجل مصري، عشان بقول لهم لا مصر مليانه وفيها ناس مهارات عاليه جدا تقدر تقود مش الاتحادات الدوليه، تقود اللجنه الاولمبيه وتقود كل حاجه.